مقتل 120 شخصا في مواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش بعمران. المجلس الوزاري الخليجي يعين مبعوثا لليمن ويؤكد دعمه لجهود الرئيس هادي. أهلا بكم. كشف وكيل محافظة عمران أحمد البكري أن نحو 120 شخصا قتلوا في اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش في محافظة عمران أمس الاثنين. وقال البكري إن طائرات حربية قصفت مواقع يسيطر عليها الحوثيون في عمران، كما اشتبكت القوات الحكومية مع الحوثيين وقتلت نحو 100 منهم، في حين أكد مقتل 20 جنديا في هذه الاشتباكات. وللمزيد حول ما يدور في عمران ينضم معنا عبر الهاتف مراسل قناة سهيل في عمران علي المضرعي. علي، السلام عليكم. بداية، ما هي أبرز المستجدات اليوم؟ عليكم السلام سفيان. أبرز المستجدات اليوم أن في هذه اللحظة قبل الاتصال شاهدنا طائرة حربية تحلق في سماء عمران، وتسنى لنا معرفة أنها قامت بضرب عددا من المواقع التابعة للحوثي في منطقة سحب عيال سريح وبني ميمون وفي منطقة روى عيال سريح. لم يتسنى لنا ما تم ضربه، هل استهدفت مخزنا للأسلحة أم استهدفت مواقعا تتمترس فيها ميليشيات الحوثي. بالنسبة لظهر اليوم قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مدرسة في منطقة سحب تابعة لبني ميمون، مما أدى إلى استياء أوساط المجتمع القبلي. لا زالت هناك جماعة الحوثي التي اقتحمت يوم أمس السجن المركزي بسحب، لا زالت الآن تتمكرس بداخله وقوات الجيش من خارجه، بعد أن أخرجت أكثر من 500 سجين أو بالأصح كل السجناء الذين هم في السجن. إلى هذه اللحظة تشهد مدينة عمران نوعا ما من السكون والاحتراس من قبل النقاط الأمنية، لا سيما وجماعة الحوثي تجري يومنا هذا قامت بمداهمة حينما فشلت في الصلابة وتم القصف عليها الجوي. لجأت إلى منطقة إلى جبل الجنات وتمت فيه مواجهة عنيفة بين قوات الجيش وبين جماعة الحوثي. هل لديك الجنات لا زال بأيدي الجيش؟ نعم. هل وصلت لديكم إحصائيات حول عدد القتلى من الطرفين؟ طبعا ما بين ساعة وساعة تتراوح الهجمات سفيان، فما بين غارة جوية وما بين اعتداء على نقطة أمنية وموقع أمني، مما لا يتسنى لجماعات لمنظمات حقوقية أن تدخل إلى هذه الأماكن، لا سيما وخط عمران صنعاء مقطوعا تاما عن المارة من عمران إلى صنعاء، يعني يدخلون من أماكن يعني بعيدة كل البعد عن صنعاء. إما من عيال سريح عبر كرة صغيرة أو من منطقة تسمى تلع. نعم. علي المضرعي، كيف استقبل المواطنون في محافظة عمران تدخل القوات الجوية وكذلك صمود اللواء 310 في وجه ميليشيات جماعة الحوثي؟
قمنا بزيارة إلى الشارع لكي نعرف نبض الشارع، وجدنا ارتياحا من قبل المواطنين لما قامت به الدولة من ضرب وفرض هيمنة نوعا ما اسموه تجاه ميليشيات الحوثي التي كادت أن تقتحم المدينة لولا التدخل. لكن هناك من الشارع اليمني أو من المواطنين ارتياحا لهذا بقدر الارتياح، يتمنون مزيدا من مواصلة الجهود ولكي يخرج الحوثي من بلادهم ومن عمران بشكل عام. نعم إذا بينما نعم. أنوه سفيان تفضل. اليوم التقينا بعدد من الذين كانوا حراسا في السجن المركزي وأدلوا لنا بتصاريح كيفية تم الاقتحام من قبل ميليشيات الحوثي، وأجرينا لهم ربما إن شاء الله في نشرة التاسعة والنصف يتم بثها إن شاء الله. نعم إذا علي المضلعي مراسل قناة سهيل في محافظة عمران، شكرا جزيلا لك. مراسلنا أفادنا بخبر عاجل، قال إن الطيران الجوي قصف مواقع لجماعة الحوثيين المسلحة التي تحاصر محافظة عمران. إلى ذلك قتل مسؤول أمني في قوات الأمن الخاصة وخمسة جنود في هجوم شنه مسلحون من جماعة الحوثيين على موقع أمني في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء أمس الاثنين. وقالت مصادر محلية إن الحوثيين هاجموا موقعا أمنيا صغيرا في منطقة الغيل بهمدان كانت اللجنة الرئاسية استحدثته قبل أشهر ضمن خطتها لإحلال السلم في المديرية. وأضافت أن الحوثيين قتلوا الرائد معين مجلي وهو قائد كتيبة في قوات الأمن الخاصة الأمن المركزي سابقا، إضافة إلى خمسة جنود من الكتيبة ذاتها. أكد المجلس الوزاري لدول الخليج العربية على دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد. ورحب وزراء خارجية دول الخليج في البيان الصادر في ختام اجتماع الدورة 31 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي العربية التي عقدت مساء اليوم في الرياض بالجهود التي يبذلها اليمن لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني. وكشف البيان أن المجلس الوزاري قرر تعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن. فكك خبراء المتفجرات بمحافظة لحج عبوة نسفة زرعها مجهولون بجوار شرطة مديرية توبن. وقال مصدر محلي إن العبوة زرعت في الطريق الواصل بين مقر الشرطة والمستوصف الأهلي، وهو المكان نفسه الذي تم فيه اغتيال العقيد حميد الطويل قبل يومين برصاص مسلحين على متن دراجة نارية. تتعقب قوات خفر السواحل بمحافظة الحديدة سفينة مجهولة الهوية. وقالت مصادر أمنية إن السفينة كانت رصدت بالقرب من الميناء العسكري بالحديدة، وعندما تحركت قوارب خفر السواحل باتجاهها لاذت بالفرار إلى عمق البحر. ومن المرجح أن تكون السفينة تتبع مافيا التهريب الناشطة في البحر الأحمر بحسب المصادر. أقامت المؤسسة الوطنية لرعاية السجناء اليوم في العاصمة صنعاء ورشة عمل حول معالجة قضايا السجون وفق مخرجات الحوار الوطني. وفي الورشة أشار المشاركون فيها إلى الحقوق التي يجب أن يحظى بها نزلاء السجون في عموم محافظات الجمهورية باعتبار السجون مصلحة إصلاحية وتأهيلية. ونوه المتحدثون في الورشة إلى الدور الحكومي وواجبه في توفير مختلف الخدمات المعيشية والتأهيلية بناء على مخرجات الحوار الوطني في هذا الجانب. الورشة حضرها رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح عوض يعيش ونائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني. طلب حلف قبائل حضرموت رجاله وكل شرائح المجتمع الحضرمي في المدن والمديريات القيام بالتنسيق فيما بينهم
لوضع خطط أمنية لتأمين وحماية مناطقهم، ونوه إلى أنه على كل منطقة التنسيق مع التي تجاورها لأجل التكامل الأمني وإبلاغ رئاسة الحلف بما توصلت إليه كل منطقة، ودعا الجهات المختصة سرعة تنفيذ القرارات الرئاسية الخاصة بمطالب الحلف، مؤكدا أنه سيضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية بحسب البيان. ناشدت نقابة تجار ومستوردي قطع غيار السيارات المستخدمة رئيس الجمهورية إلى رفع الظلم الذي تمارسه مصلحة الجمارك عليهم، وعبرت النقابة عن رفضها للتعاميم المتتالية والتي تضاعف التسعير الجمركية المفروضة على بضائعهم بشكل مخالف للقانون. وأكد أعضاء النقابة استمرار معاناتهم من تأخر تخليص معاملاتهم الجمركية في ميناء الحديدة إلى ما يقارب 15 يوما، بينما لا تتجاوز اليومين في ميناء عدن. المطالب واحد، تأخير بضاعتنا في ميناء الحديدة، يعني من المفروض يعني يومين بالكثير، الآن توصل تأخيرها إلى 15 يوم. رفعوا علينا التسعير الجمركية، اثنين رفعوا علينا التسعير الجمركية من يعني من 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 150,000 الى 2 مليون، والان طالبوا بزياده. كان ثلاثه نزلوا تعميم في قبل تعميم بتاريخ كم؟ في 7/2013 يقضي يعني الطن ب 1500 دولار، واستمرنا على هذا. تفاجئنا بالتعميم الثاني، هذا رقم ثلاثه، تفاجئنا بالتعميم الثاني على اساس انه معاهم تسعيره. حاولنا لمده اسبوعين امام المصلحه كل يوم نحضر على اساس نتفاوض، يعني ما عرفناش ما هي التسعير الذي ينزلوها، واكيد ان هي تسعيره يعني تقضي على يعني على ما تبقى من 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 رؤوس الامل الذي لا زالوا يناضلون. القانون ينص والماده واضحه 600-337 قال انه يتم ترسيم الجمارك حسب الفاتوره وحسب الباكنج ليست الوارده الاتيه من المصنع، هكذا واضح. والقرار مخالف للقانون، حيث وقت قام اصدار بالحاويه بالجزاف، يعني يقول لك الحاويه هذه تشريح، اعملها ب 50,000 دولار 60,000 دولار، هكذا ارتجال. نطلب من رئيس الجمهوريه يعني بوقف الظلم، هذا ايدي عامله اكثر من 5,000 ايدي يد عامله، يعني هؤلاء الايدي العامله تجردت من العمل. فلهذا اذا لا يوجد للمستثمر او لابن البلد يعني حق للمعيشة داخل بلد داخل وطنه، فنطلب إعادة تصدير قطعنا وإلى الخارج وإلى الدولة إلى دول الجوار. ناقش وزير الصحة العامة والسكان أحمد قاسم العنسي مع محافظ شبوة أحمد علي باحاج احتياجات المحافظة من المساعدات الطبية من أجل استكمال المكونات الأساسية لإنشاء أول مستشفى تخصصي لأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة عزان، كما بحث إمكانية نقل قسم الطوارئ من مستشفى عزان الذي تضرر بفعل الحرب على الإرهاب إلى المستشفى الجديد المزمع افتتاحه بالمحافظة. وأشار العنسي إلى أن الوزارة سترسل مهندسين متخصصين لتقييم الأضرار التي تعرض لها مستشفى عزان. وجه محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد باتخاذ إجراءات صارمة هذا العام لمواجهة ظاهرة الغش في امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية وتهيئة الأجواء الملائمة لتنفيذها، وكل ما يتعلق بالحد من الخروقات والممارسات السيئة التي رافقت العملية خلال السنوات الفائتة. وحمل رشيد المديريات والتربية والأجهزة الأمنية مسؤولية القيام بواجبهم بالصورة المثلى وبما يحقق العدد الأعلى من الانضباط في أداء الامتحانات ونجاحها. جاء ذلك في اجتماعه اليوم بلجنة الامتحانات بالمحافظة. مشاهدينا، بقي أن نذكر بأبرز العناوين. مقتل 120 شخصا في المواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش بعمران. المجلس الوزاري الخليجي يعين مبعوثا لليمن ويؤكد دعمه لجهود الرئيس هادي.
وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.